من ضمن المسلسلات اللي هتشوفوها ان شاء الله معانا مسلسل جميله فيها مجموعه كبيره من الفنانات الجميلات، فان شاء الله يعني مسلسل كده اسم على مسمى. المسلسل من تاليف ايمن سلامه والاخراج لسامح عبد العزيز. من نجوم او من نجمات مسلسل جميله معانا الفنانه جميله عبير صبري. مساء الخير يا عبير، اهلا وسهلا بيك. مساء الخير يا لبنى، اهلا. ازيك؟ عامله الحمد ايه؟ لله الحمد لله كله تمام. كل سنه وانتي طيبه وانتي وكل طيبه الناس في كل حته طيبين ان شاء الله. يا رب بخير وسلام دايما يا رب. كلمينا عن مسلسل جميله ودورك بقى في المسلسل يا عبير. مسلسل جميله، مسلسل حلو قوي يعني من وجهه نظري. السنه دي ان شاء الله هيبقى فيه يعني تحول بالنسبه لي لذيذ قوي. بعمل شخصيه عايشة صراع كبير قوي، يعني إن هي عايزة ترجع طليقها بأي طريقة بأي وسيلة، ومنافستها في القصة دي هي جميلة اللي هي ريهام حجاج، هي زوجته يعني التانية، وأنا بحاول أرجعه بكل ده الطرق حلو، ده كل ممكنة. الستات هتحب قوي تتفرج عليه. قوي، أيوه في في صراع دروس كبير مستفادة كده. نعمل بالظبط، في صراع كبير قوي قوي، وخصوصا إن بينهم طفل يعني ان هي عندها ولد وكده. الزوجه من منك بقى للزوجه الاولانيه. بالظبط. فهي طبعا بتستخدم حتى يعني كل الطرق اللي ممكن اي ست بقى خلاص يعني عارفه بتوصل لحاله من الجنون ان هي لازم ترجعه باي طريقه. ففعلا في صراع حلو قوي. ده مين الزوج بقى بالمناسبه؟ هاني عادل. طب ده الزوج المتنازع عليه ده المتنازع عليه. بالظبط. فان شاء الله دراما حلوه قوي وفيها خطوط كتير جميله قوي وشيقه قوي، ويعني ونجوم كبار، استاذه سوسن بدر، ريهام حجاج، هاني عادل، يسرى اللوزي، احمد وفيق، يعني نجوم كتير وان شاء الله هتتبسطوا معانا جدا. يعني ان شاء الله اكتر من نجمه وفنانه في المسلسل بيبقى يعني البعض ممكن اللي بيتابعوا لك ايه دي بتبقى حاجه جميله ولا حاجه فيها منافسه فيها غيره تنعكس ازاي على الاداء ازاي يسري المسلسل او ان المتابع فعلا يكون مستمتع؟ لا غيره يعني انا ما اعتقدش الشعور ده، انا بعتقد ان الشعور ده شعور غير ناضج في الشغل، ولا يجوز ان هو يدخل في حساباتك وانت بتشتغلي، لان يعني هي الحاجه الوحيده اللي مسموحه ومقبوله وصح هي المنافسه، انك تطلعي احسن شيء عندك وتقدمي الشخصيه اللي انت بتلعبيها كاحسن ما يكون عشان تاثري مع المشاهد وتسيبي بصمه وعلامه مهمه في الدور اللي بتلعبيه، لكن مش منافسه حتى مع الزميلات او كده قد ما هو منافسه لنفسك يعني. فاعتقد ان كل واحد يعني بيقدم احسن حاجه يقدر عليها، خصوصا ان الموسم الرمضاني عموما بيبقى يعني متنوع قوي ومليان وفي اعمال كتير مهمه ونجوم ونجمات كتير المشاهد بيحبهم، فهي دي بتبقى هي دي المنافسه بقى اللي انت بتفكري فيها، انه انت موجوده وسط الكم الكبير قوي ده من صناع الدراما المهمين جدا في مصر. طيب اخدك لحاجه بقى تانية لطيفه كده ومختلفه، ايه قصه الفراوله في البرومو بتاع المسلسل؟ ايوه دي خليك مفاجاه بقى. هي يعني هي بقى دايما طبعا عندها زخم قوي في علاقتها بطليقها ده ومحاولات وحاجات كتير قوي، فمنها يعني تصنع البرود ومنها العصبيه ومنها العاطفيه ومنها يعني هي بتلعب كل الالعاب. فيعني المشهد ده كده كان هتشوفوه طبعا يعني في المسلسل، هو الراجل بيتشال ويتحط قدامها وهي بقى بتقدم له كل فراوله يعني. حلوه البالها الفراوله جميله. ايوه بالظبط، الموسم بتاعها كمان بالظبط كده. ان شاء الله مسلسل ناجح وجميل ومتميز، ان شاء لانه الله. القضيه نفسها كمان قضيه اجتماعيه هيهم الراجل والست ان هم يتابعوها. ايوه هو بس على فكره مش قصتي بس انا وريهام وهاني عادل، يعني هي طبعا صراع كبير ومهم جدا في المسلسل واساسي، ولكن كل الشخصيات عندها صراعات مكمله، يعني كلنا مكملين لبعض، يعني عزيز. كل الخطوط مكمله لبعض، مفيش دور في جزيره لوحده، يعني كل الشخصيات بتدور حوالين، خصوصا الدراما كمان اللي بتعملها ريهام مهمة جدا وشخصية درامية جديدة، يعني بتعمل شخصية وكيل نيابة،
فبرضه حاجة جديدة قوي جديدة حلوة عليك. قوي. اه صح فإن شاء الله يا رب من نجاح يعني ان شاء لكل الله، زمايلي كلهم باذن إن شاء الله، الله. باذن إن الله شاء يا الله رب. بشكرك إن شاء شكرا الله. جزيلا الفنانة نجمة عبير صبري، بشكرك.